وحشتونا جدا جدا جدا. كل اسبوع نقعد نفكر ايه اللي ممكن نقدمه لكم، ايه اللي انتم محتاجينه. دايما بنقعد ندور على الحكايات المختلفه، حكايات النجاح اللي تدينا طاقه ايجابيه، اللي تدينا دفعه ان احنا نعمل حاجات مختلفه في حياتنا ونتقدم لخطوات. الحلقه النهارده فيها حكايات نجاح كتيره، وعشان احنا مش دايما بندور على حكايات النجاح الكبيرة، قررنا النهاردة نجيب حكاية نجاح كبيرة ومعاها ثلاث حكايات صغيرة. دول اللي ان شاء الله ان شاء الله كمان كام سنة لما أنا يكون شعري بيض هيكونوا بإذن الله العلماء اللي موجودين في مصر، هيكونوا الدكاترة اللي موجودة في مصر اللي بتخترع واللي بتبتكر واللي بتعمل لنا الحاجات الكتير اللي احنا مفتقدينها يمكن دلوقتي. التعليم أهم حاجة في حياتنا. النهاردة قررنا ان احنا نجيب مدرسة مختلفة، مختلفة في كل حاجة، مختلفة في اسلوبها، مختلفة في طريقة تعليمها، في شخصيتها، شخصيتها اللي مخلية طلابها اللي معانا النهاردة هيقولوا قد ايه هم بيحبوها. مش عايزة اتكلم كتير خالص النهاردة، عايزاهم هم اللي يتكلموا. خلوني ارحب النهاردة بمس صفاء محمد معلمة التأسيس وبالطلاب العسل. عاملين ايه؟ الحمد لله. اتعرفوني بقى بنفسكم. معانا احمد محمد صح، ومعانا انس تامر، ومعانا يوسف مصطفى. هقول لكم بقى دلوقتي كل واحد بيتقال عليه ايه وهنتكلم معاهم. الاول ارحب بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله والله. اسستف لك مع صفاء. تمام. اشمعنى تاسيس؟ يعني دايما المدرسين بتروح تدي ثانوي فلوسها اكتر واعدادي فلوسها اكتر، اكيد طبعا، لكن انت سبت كل ده. يعني قبل اي حاجه بشكر حضرتك على دعوتك للبرنامج. انت حبيبتي صدقيني ومبسوطه انك معانا. حبيبتي انا اصلا في الاساس بكالوريوس علوم وتربيه، تمام، بس انا حبيت شغل التاسيس علشان انا بتعامل مع الكبار، والكبار بلاقي ان هو مفيش تاسيس قوي من البدايه، فحبيت ان انا اخد الطفل من بدايته من سنه اولى لغايه ما يوصل معايا. انا معايا طلاب بدات معاهم من اولى لغايه ثالثه اعدادي معايا. حقيقي انت اصلا مش تخصص تاسيس كنت؟ لا، انت تخصص علوم. انا تخصص علوم بس كمان انا شغلي في التاسيس الفصل بدي كمان علوم، علشان الطالب ما يوصل سنه رابعه في طلاب تقول لك انا ما بحبش ماده العلوم، مجرد اسم بس ان في ماده زياده في الصف الرابع. لا، انا بقى بشتغل تجارب تعليميه في الفصل اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، علشان لما يطلع سنه رابعه لا اخد فكره عن العلوم، حابب ماده العلوم عايز يشتغل فيها. لا مش فاهمه، يعني هو دلوقتي في السن ده بياخدوا العلوم ازاي في تجارب زي ما بنقول؟ يعني مثلا انا شغاله دروس عاديه لغه عربيه ورياضيات في الفصل الاولى والثانيه والثالثه ابتدائي، تمام، اجي اعمل جزء تسويقي اطلب منهم بكره ان شاء الله جهز نفسك ان عندنا تجربه جديده، حاجه جزء تسويقي في تطبيقات حياتيه كده. زي ايه؟ طلبت مثلا منهم هنحضر مع بعض البيبسي كولا العادي، وهنجيب معاه المنتوز النعناع. جميل، حلو، كله استغرب ايه علاقه المنتوس بالبيبسي. تمام، فكله كان عنده تشويق وراح يقول لماما ده الميس هتعمل معانا حاجه جديده. ومش هغيب، ومش هغيب، مش هغيب. انا في حاجه مختلفة. انا رايح المدرسه في ولاد، لا انا مش رايح، كل يوم شغل كل يوم بالزبط. دراسه. فبالتالي جم تاني يوم واشتغلوا معايا التجربه، لما حطينا طبعا النعناع على البيبسي لقينا حصل فوران، انفجار، كلهم طبعا ذهول طبعا الحاجه دي، فرحوا جدا. عرفوا لما روحوا البيت بقى اتناقشوا مع مامتهم وقالوا لها لا ما ينفعش ان احنا نشرب الحاجه الساقعه البيبسي، خاصه وانا باكل نعناع. ده بجد؟ تمام. تشربوا بيبسي؟ طيب احنا عارفين ان هو مضر، احنا بنشرب، انا بشرب زيكم، بس انا عارفه ان هو مفيد جدا وبيبني العضلات، صح؟ البيبسي مضر؟ معقول؟ بجد؟ يعني انتوا اتعلمتوا من التجربه دي ان البيبسي ده حاجه مش صح والمفروض ان احنا ما نشربهاش، صح؟ امسك بقى المايك كده وقول لي. يعني ايوه امسك المايك وقول لي. يعني هي المفروض البيبسي ان هي ما تتشربش كتير وما تتشربش اصلا. برافو عليك، بس احنا بنشرب شويه صغيرين. صح؟ بالظبط. انا عارفه، انا كلنا بنشرب شويه صغيرين. الفتره اللي فاتت كان الاونلاين هو المسيطر على الموقف وعلى الموضوع. اسهل ولا اصعب بالنسبه لك كمدرسه؟ الاونلاين طبعا كان مهم جدا في الفتره اللي فاتت دي كورونا، ولغايه دلوقتي طبعا وقت طويل الولاد قاعدين 8 شهور في البيت محتاجين شغل، نسيوا كل حاجه طبعا. لازم كنت ان انا اعمل قناه تعليميه واتواصل معاهم بصوت ميس صفاء، بطريقه ميس صفاء، اللي هي اسستف لك مع صفاء او مع ميس صفاء. دي قناه يوتيوب. قناه يوتيوب. اوكي. طبعا ده كان اصعب عليا لان انا في الفصل هو الطالب قدامي بيتناقش معايا، بعرف هو قد ايه حصل.
من اللي انا شرحته في انشطه في شغل عرف وصلت وصل لغايه فين تمام، انما الاونلاين طبعا صعب صعب بياخد مني مجهود مضاعف علشان خاطر اقدر اوصله اللي انا عايزه اوصله له، مش متاكده ان كله معايا كله طبعاً. مركز بس طبعا هي كانت حاجه جديده بالنسبه لهم فكانوا متشوقين ليها. حلو قوي. إيه عاملين ايه في الاونلاين؟ بتقعدوا قدام المس كده ولا بتزهقوا بتبقوا عايزين تقوموا بقى، ولا انتوا بتبقى وحشاكم ميس صفاء عايزين تقابلوها؟ بتبقى وحشانا بجد. ادي بقى كده المايك لانس اسمعه برده. بتبقى وحشانا يعني قرب المايك كده بنبقى عايزين نشوفوها بجد. طيب ادي بقى المايك ليوسف ونقول لي انت بيقولوا عليك ايه في الفصل؟ عبقري الفصل. ده مين اللي قايل عليك كده؟ ميس صفاء هي اللي مسمياك عبقري الفصل. ليه عبقري؟ عشان انا ببحث واللي بتديهولي بفك واركبه تاني ونفسي ابقى مهندس. بصوا بقى اقول لكم سر العباقره قبل ما ندخل قلت له الكلام ده ما بيتكلموش كتير، هو فعلا ما بيتكلمش كتير بيبقوا انطوائيين جدا، هو انطوائي فعلا صوته هادي فهو كل حاجه فيه بتقول ان هو عبقري. كانت ماما بره بتقول لي ان هو بيقدر يفك الحاجه ويركبها تاني صح؟ ولما ماما تعاقبك وتاخد منك اللعب انت بتعمل ايه؟ بخترع. بتخترع اللعبه، انت خدي اللعب انا هخترع صح؟ من اي حاجه يعني ممكن تاخد الشيليمو وتعمل لعبه صح؟ كمان هو عايز يبقى مهندس فبيصمم عمارات كده اشكال بالاشكال فعلا؟ فعلا. يعني انت بتعرف تعمل ديزاين العماره وبالماكيت او بالمكعبات. انت في سنه كام قلت لي؟ ثالثه تالت. في ثالثه تالت وبيعمل كل ده؟ كلها تالتة تالت. بس انت برافو عليك انت شاطر جدا، انا مبسوطه ان انت معايا وانت كمان وانت كمان. دي بقى المايك لانس الاستاذ انس بيقولوا عليك ان انت اسد الفصل. اسد الفصل اشمعنى اسد يعني؟ عشان الميس بتقول عليا ان يعني ببقى واثق من نفسي. ايوه اثناء الامتحان يعني بحس ان انا هجيب درجه حلوه. حط بقى قرب المايك كده عشان الناس تسمع. بحس ان بحس انها يعني بجيب هجيب درجه حلوه. أوكي. وكمان قرب المايك من بقك. طيب لما الاصحاب بيتعاركوا انا بصلح يعني العلاقه ما بينهم. طيب انت بتبقى حاسس انك بتجيب درجات حلوه عشان انت واثق من نفسك ولا عشان انت مذاكر كويس؟ لا عشان مذاكر كويس واثق من نفسي. الاثنين صح؟ يعني ينفع تبقى واثق من نفسك وما تذاكرش تقول انا شاطر؟ لا صح؟ انت شاطر. طب برافو عليك. حقيقي شكرا. انت مسميه اسد الفصل عشان كده فعلا. كنت بتقولي بيحل الخلاف لو في اتنين بيتعاركوا بيروح داخل هو ومسيطر. برافو عليك. دي بقى المايك لاحمد. الليمت ليمت 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 يعني بره عمال يتكلم وشقي فعلا. نعتر. انت اسمك ايه بقى؟ احمد محمد احمد. ايوه ايه بيقولوا عليك ايه انت؟ انا قائد الفصل. قائد اشمعنى قائد؟ عشان الميس على طول بتعتمد عليا وكمان لما الميس كمان مسمياني معلم صغير علشان لما صحابي بيبقوا مش فاهمين حاجه بطلع اشرحها لهم. ايوه وكمان اللي مش مكملين البورد انا مديلهم كراستي عشان هي منظمه على طول وبينقلوا منها. حبيبي انت قلت لك قبل ما وببقى انت الليدر بقى اللي بتقف على الفصل وببقى انا القائد في اوائل الطلبه كمان. قبل ما ندخل قلت لك ان انا كمان كنت كده صح؟ اه حصل؟ اه يعني انت شبهي. اه يعني انت في يوم من الايام هتبقى مذيع مكاني؟ اه لا انت هتبقوا علماء. هتبقوا مخترعين. انت نفسك أنا تبقى ايه؟ نفسي ابقى عالم اخترع حاجات لسه يعني لسه ما اتعملتش زي آلة الزمن. نفسي اخترعها علشان اصحح بيها كل الاخطاء. احنا هنرجع له تاني ونعرف ايه الاخطاء اللي ارتكبها في حياته بنفسه يرجع بالزمن عشان يصلحها. كلنا مش انا كلنا بس. ده احنا عملنا ده انا بالذات عايزه ارجع كتير. طيب ميس صفاء انت بتعملي طريقه مبتكره في الفصل. اولا اتفاجئت ان ده كلاس مدرسه يعني ده مش درس خصوصي اللي بتعملي فيه كده. المدرسه طبعا مشكوره طبعاً. بتدعمك. انت بتعملي ايه عشان توصلي لهم الدرس؟ احكي كده وقولي لنا. اولا بشكر مستر اسامه مدير المدرسه طبعا هو ليه التشجيع ان انا ادي براحتي واشتغل تمام. الى جانب بقى الشغل المميز ان انا قلت حضرتك التطبيقات الحياتيه يعني مثلا انا عندي مثلا درس عن النوبه فرح النوبي فبالتالي قلت للولاد يلا نجيب لبس النوبه وعملنا الرقص النوبي فعيشتهم جو النوبه بجد. تمام ايوه انتوا عملتوا كده؟ لبستوا لبس النوبه ووقفتوا في الكلاس كده؟ اه
طب والدرس ده كان لطيف ولا كان سخيف؟ لا كان حلو. كان حلو صح؟ تحبوا كل مره المس تعمل كده؟ اه صح؟ حلو قوي. اشتغلنا برضو لبسنا لبس الفرعوني والتاج الفرعوني. عملنا مثلا عرفتهم عن المغناطيس، كانوا تانية ابتدائي السنة اللي فاتت، تخيلي تانية ابتدائي عرف المغناطيس وعرف جذب الأشياء. برافو عليك. استخدمنا برضو مادة الجبس. ايه ده؟ مادة ازاي؟ الجبس كان عندنا تمثال ميريت أمون، كانت البنت بتجرب مرة بالأسمنت وكده ما نفعش معاها، ما نفعش غير الجبس، فطلبت منهم تاني يوم يجيبوا جبس، واستخدمنا المية عملناك عجينة، قربنا نعمل كتمثال. يعني انتوا بتتبسطوا بالحاجات دي؟ يعني بتستنوا الحصة ولا بتبقى الموضوع ممل بقى؟ لا بنستناها بنستناها بجد. بتتبسطوا؟ بتتبسط يا يوسف؟ ادي المايك كده ليوسف، بتتبسط؟ ايوه بجد انت عبقري اصلا. بتحب تعمل الحاجات دي مع الميس؟ يبقى ممكن شغوف جدا جدا اكتر او اكتر اكتر من الطلبه اللي بتبقى شغوفه. ايوه طبعا. وانت يا انس تبقى مبسوط؟ اه ببقى مبسوط وفرحان بالحصه. بجد انت بتحب ميس صفاء صح؟ بقت بتحب العلوم؟ اه برافو عليك، انتوا شاطرين كلكم شاطرين. طيب دايما كده نقول الطفل اللي بيتحرك كتير في الفصل ده بيبقى لود على المدرسة ولود على المدرسة، وبيبقى ناس كتير بتمشيه تقول له لا معلش احنا والله مش هتنفع تكون معانا. انت كمدرسة وبتعملي كل ده في الفصل وبيبقى الحصة مسحومة، بتتعاملي ازاي مع الطفل اللي بيتحرك كتير؟ هو طفل فرط الحركة دايما بيبقى ليه علاقة بتشتيت الانتباه، طالما هو بيتحرك كتير يبقى اكيد مش منتبه. ده ليه كده شويه قواعد كده بحطها لما ادخل فصل واعرف ان هو في طفل فرط حركه. تمام. واحد لازم يقعد قدامي. لازم قدامي؟ لازم يقعد في اول ديسك. طيب المدرسين طبيعي. تسمع وماما تسمع عشان لما تروح المدرسه تبقى مخليه بالها من الحاجات دي. اصل هو قاعد ورا يبقى اللوحات والوسائل التعليميه ركز معاها مع الوانها مع اشكالها مع الطلاب اللي موجوده. وساب الناس طبعا عمل صوت كل الطلاب اتجهت ليه وسابت الناس. تاني حاجه برده ما حطوش جنب الشباك، جنب باب كل شويه يفتح ويقفل في تشتت. اه صح. اشغله بقى يعني اديله شيت يرسم يلون، اوزع عليه مهام يساعدني، مش ان انا بقلل منه لا، كمساعده اديله برده دور. اوريدي بيتحرك كتير فانا احركه معايا. لا ممكن بس توزع معايا الورق ده، ممكن تقف على الفصل ده انت قائد وشوف مين اكتر واحد قاعد ملتزم هيطلع مكانه، لان هو مش بيبقى واحد بس عنده فرط حركه، يبقى اللي جوه كمان العدد بقى كتير. لما يلاقي العدد مش بيبقى كتير بس الفرط حركه يبقى اكتر من واحد، ده فاللي قاعد لو هو مستني زميله اللي واقف على الفصل يجيب اسمه ان هو ده فعلا قعد مؤدب خلاص هو هيلتزم هو كمان، يبقى اللي بره واللي جوه كمكافاه كنوع من انواع المكافاه تحفيز في المدرسه. انت في مدرسه أي. الحصه دايما دايما بنسمع الجمله الشهيره وانا اعمل ايه ولا ايه انا عندي منهج عايزه اخلصه. انت بتقدري تعملي كل ده في الحصه بتاعتك وتعملي وتلبسيهم وتعملي تجارب كله. عندك وقت لده كله؟ ايوه ايوه يعني بما اني انا مدرسه الفصل فانا قاعده معاهم فتره طويله، مش هيبقى الدنيا كلها دش والقاء معلومه، لا لازم يبقى في روح من المتعه، روح من الالعاب التعليميه، لازم يبقى الدنيا فيها تغيير. ده كمان هيقعدهم مش مملين من الحصه طبعا، في وسائل في لعبه في تجربه هتتعمل، لا مبسوطين من المدرسه مبسوطين طبعا بالميس والفصل اكيد. طبعا نورتيني، وان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية ونتكلم على الحاجات اللي انت بتعمليها. لازم لازم مش الامهات، لازم المدرسين يشوفوكي يقلدوكي. بعد اذنكم ولادنا بتبقى مش عايزه تروح المدرسه تبقى كارهه اليوم، بعد اذنكم حاولوا تتعلموا اي حاجه. نورتيني يا صفاء، نورتوني يا امارات، انتوا كلكم زي العسل. استاذ احمد نورتني، المره الجايه ان شاء الله لما تيجي هنا ان شاء الله تكون عالم كبير وتكون مخترع الاله ان شاء الله. استاذ انس المره الجايه برضو تكون معايا وتكون لاعب كوره كبير ان شاء الله. استاذ يوسف القمر ان شاء الله المره الجايه تكون احمد زويل. نورتوني بجد، كانت حلقه بجد مختلفه، وان شاء الله ان شاء الله نكون لينا لقاءات ثانيه مع بعض. وفاصل صغير جدا وهنرجع لكم مع فقره مهمه جدا جدا، اوعوا تروحوا في اي حته.